أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان السبت 17 يوليو تموز 2021. من المحتمل أن تكون في حالة ذهنية أكثر جدية، سوف تتطلب قضايا الحياة العملية انتباهك اليوم، لكنك مليء بالإيمان والتفاؤل ومستعد لأخذ الفرص في أعماق المستويات العاطفية. سيظهر شخص قريب منك مخاوف بشأن أهدافك وأهدافك، خذ الوقت الكافي لشرح الموقف لهم. عاطفياً، تصطف الكواكب لتمنحك وقتا عاصفا، لكن هذا ليس شيئا سيئا في الواقع. لقد وقعت في شبك رومانسي في الأيام الأخيرة، حيث أخذ كل منكما الآخر كأمر مسلم به. سترتفع العواطف، وإذا استطعت تنحية المشكلات الصغيرة جانبا فقد يكون هذا أحد أكثر الفواصل التي لا تنسى. مهنيا، إنك تتلقى رسائل تعالي من شخص قريب منك، كن متجاوبا معهم واسترشد بهم. يجب عليك تغيير خطة العمل الخاصة بك قبل ارتكاب خطأ لا يمكن التراجع عنه أبدا. يبدو أن الحالة المالية والنفقات متوازنة بشكل جيد، يمكنك حتى أن تحاول أن تكون مبذرا. سيظل هناك تدفق مفاجئ للدخل من مصادر غير متوقعة. صحيا، راقب حالتك الصحية عن كسب اليوم. لقد أهملت تناول ما يكفي من السوائل والمعادن الأساسية، قد أضر بصحتك بالفعل دون أن تكون أكثر حكمة. يمكنك إجراء فحص طبي شامل اليوم، تعامل مع النتائج كجرس تحذير وتصرف وفقا لذلك. ستشعر بصحة جيدة بشكل مخادع، لكن ربما لا تكون هذه هي الصورة الحقيقية للأمر.